مدشان او كل مسي قار كميدا وحقرات كسوماليهد اي كنو الحريها دداب اي قوال كو وقوي باريكانيا ايا اللوغاها اللي اي دقال كاسوحونا اي دقمدة تولي قوليهد اي اسمامو الكسوماليهد اي ايتوبيا وحينا وحقرات كي كاها اللي مدشو باقو ديران دولد اي ايتوبيا ايكو كباقين رئيس الوزارة عبي احمد وسوفر اقليا دباتوين كاللوغي سنيو داد كسوماليهد اي لغا باركعيه دقامدو دي ابي احمد وحاليه أبي أحمد أو هوب كان ضدك الصوماليين توبيان كه لول لين يو يا إسكالي سو دولة دملا حقيقة كيران ورمضان هاد دولان كوا تل قولين قبائل لا توبيان ك توبيان كه الصومالي لا دولان كوا يدل دروك سيج يدل باب كوا هي هوب كي يك سوغاتين يا إسكال هوب أبي أحمد وحاليه أبي أحمد أو هذا الحق أنا دجال كوده مو يا أنا دجال كوده هذا ما دحوينه توبي مت رئيس الوزراء توبي مت يبلغون قاعد كلا هذا زوردنا كك عوردنا أرام أقول كم مالي وح أرام أقول هم جت تدك على ولا يقانا قريب على لو كتدك كيل حاوا ذي كت مع سنتاي إن تكوير جس دي اللي يا أرام أرام إن تكوير جس يا ت مع سنتاي مسورو بيسو مسورو بيسو نكلا يدا أبي وات جا وات سوجيت ست واحد سوجيت ست حمان حمان توان نقابله إن أنا قن الصومالي بناي وحنا نلوم تلماما يفدنو وحنا لا هاي نما كورم هذا اللي بيرتيني دبيديني حسيجين هاي وينه إيه أنا قب بير بما إن هني نمال عن طلا كدي كنو واحد رنجي تين كل كان لوس كيدك قاضي إن دوركي 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 هذا ما قري بات قاتين هذا اللي سجوا قاعدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن تعصي ودرينا تذكى إيه الكا إسلام كا اللوجو ماذا يو ماشى إنه مغلين إيه تشجع أكتر وسك تشجعون. and تذكى سبحان الله أنا وحيد ثنا الله من حريصته وحيد وأنا إلهي هو بدلو وح عفوا ما تسي وحالين إيه تشجع. أرين تاس إذا ما قادي كرتو إذا كمان في الله فعلنا نما ما لك في فوق باب نوحي كره هذه النوله وحبي كذا وحيس بياني وهدي بجري وماش أكتر إذا تاجل لي جري بالي جري هذا أنا ده كلام حسوي وارير كي وحوق بدنا ما قادي ونهي بشوك وهذا أرين تاس كذا قضى إذا ما قادو فعلنا نما وهذا الشيء يعني أرين تاس سيدو تايو قرندوتان تا انتا اون له دنكا كلانا وحقرات كي كاها اللي مدشا غايا ينا با قدري دولة ديگان كا سومالي دا ايتوبيا ايا مدحوين مصطف عكتر او سيدا اي شاگين لغود الليلاي انو كا قاوي اي دور كي سي مسولية ديد اي داد كا ديگان كا تولي قولي دو اوباحان ان لو موچي يهيل ايا قربستاك چوكتاه وحان الله الله يا مدحوين كل الكشانات مصطف محمد عمر وحاويان دلك إلهي بمسؤول كاغر دغو مدحوينه كاغر دغي مدحوينه دو كاغر دغي النفط هذا مال بي بخي إلهي مالك او تلا غلب اتش شادو بخي ان اد واحد ديدو يا ان واحد يشن نسبنمد يا اسلامنمد كمتا وخي خن ان ديدو وخي سن ان ديشو دادكن مصالحودا غانت هذا كو جيرتا ان تولي غولاد 25 كيلومتر باش هاد حكومه سي او جيرتا ما خان كراهي لو دغالمو كان ا مستوى عقل قال اما واخ عقل قال اما waxaa kulka roob kula tagnaa 4000 oo barakac ayaa loo joogay maxan kula hayo qolo jidagan oo maalkoodi iyo guriyoodi iyo beerahoodi ba la qaatay oo idan ka hadlaynin maanta la jigtiga la isku haystaa ana waxay la tahay inaad meesha ka hadasho oo wacdar ka dhigto ninku waxa weeyaan adduunyada taariikhda waxaa gala nin wax iska celiyo nasaba taariikhda gala maamulka uu madaxweynaha ka yahay mustafa maxamed ayaan la hadlayaa waxaan leeyahay ummada aadan mas'uuliyadeeda haya oo madaxweyna uu ah muxuu ahaa ama xal nabadeed baa loo raadiyaa ama xumaanta deeyaa laga hortagay oo laga joojiya ma aha in yaana maaragtay iyadoo dadkii afarta dhan lagaga soo gurayo la xasuuqayo in aad iska dhex hujucsato waxba kuma noqonayso waxa weeyaan ama meesha iskaga tag boqol goor baa leeyahay waaba la bedelayaa baa lagu leeyahay ama iskaga tag meesha ama dadka muxuu hayay muuji madaxnimadkaaga adoo karaamo leh laga kaxayo oo dadka oo waxa xun diidan aad ka degtid meesha laakiin adigoo maaragtay adigoo muxuu hayay masala qoyan ku saaran yahay dhab dhab laga dhigay oo lagu kormaray
هكتجن مش مدن كل الكا أن ولاها النهاي تجيها هذه حكومة هاي ننكو هذه يعني هلا قبصة تلو جريت دك ماذا هو وين دقارها كسر قلها هي ماشان لقد سهية بأحد هذه يعني هاي يلا قبصة تجيها لزقان ما هي وحاشر من أمريكا تذكر وحاقول له أبسمة أبسمة إنه الدقار كجرة أو تجيها للدفاع أو تقول قيل هذا الدفاع أو وطن كس لقى الدفاع أرمضة بانرمنا وضيع شدة كان كي يواسيدة سيف الجرد إن الجرد والوال بالله الله يا أو ما شاس ما شو حكومة أي تاي إن جرد سيد الجرد كشان الله سبحانه وتعالى برد مجرد حقوق عصفة على كوتش على عنه هذا كنا هذل أو شاشة ده هو قبته جردو مركو مدحونا حكومة وسيد عينها شو ولا قف عين الجرد كهذا ضد كوضد كحكومتي deegan kan isku haysan waa deegaanka xukuntay hadii aad shigshiga hadii tulugood la qabsado gobolkaas uu faruq ka baxaya faafan oo dhan faruq ka baxay dagaalkan oo u dhaxeeya oramada iyo Soomaalida ayaa la sheegay inuu soo bilowday 4 sano ka hor wuxuuna mar labaad dib u bilowday 3 asbuuc ka hor waxaa lagu soo wariyay in 29 kun oo qoys ay ka barakaceen deegaamadoodii ilaa iyo 7 degmo xigeena laga la wareegay dhanka Soomaalida dagaalka ayaa la soo wariyay inuu ka bilowday murannuleed ay Soomaalidu ku andacoonayaan in laga la wareegay dhul badan oo ay lahaayeen taasoo loo gacan geliyay maamulka oramada oo taageero buuxda ka helay dawladda dhexe ee Itoobiya waxaana xaalka sii murgiyay biyo xidka dooxada Marmar oo maamulka Oromiya ay ku bixiyeen 4 milyan oo mashruuc biyo xid ah taasoo ay ka macaashi doonaan sida la sheegay beeralayda Oromiya Bashir Gaxnugaartiin xariiha dadab كفرحي إيل كاغاس حاب تهذا يقرابة دهذا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديك تو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعقا ديرايسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستح تجير وغور ريا إياد لعق ديرايسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديك